قيام الليل، هل هو محدد بثمان ركعات وثلاثة وتسعة؟ أم يحق للإنسان أنه يتهجد بقدر ما يستطيع؟ هل تتصور هذاك عرفنا أبو علي، أنت أبو عيش؟ أبو محمد. يا أبو محمد، هل تتصور إنسان أعبد من سيدنا محمد؟ لا. هل علمت أن الرسول عليه السلام كان يصلي أكثر من 11 ركعة؟ لا. أخذت الجواب ولا لا؟ أخذت. خلاص. خلاص. بجوز نصلي على الميت؟ طول بالك شوي، خلينا نتوسع شوي. هو أخذ الجواب بطريق إيش؟ منطقي، لكن بجوز إنه ما اقتنع في قرارة قلبه. كثير من الناس بينظروا للكم دون الكيف، وهذا خطأ. اليوم هلا عدد المسلمين كم؟ شي 100 مليون مسلم. مليون؟ 700 مليون. اكثر. ايه قديش؟ مليار. في عدد شي بخوف، لكن ما له وزن. ليش؟ لانه عم ننظر للكم ما عم ننظر للكيف، وهذا ما أشار الرسول عليه السلام إليه في الحديث الصحيح. قال عليه السلام: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. شو قيمته هذا الأعداد؟ غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الشاهد أن المسلم حقا لا ينظر إلى الكم فقط، وإنما ينظر إلى الكيف أيضا. لذلك كان يقول بعض الصحابة، وأظن عبد الله بن عمر: ليت لي من صلاتي ركعتان متقبلتان، بس ركعتين. تفصيل هذا الكلام: 23 ركعة من صليهم ب23 دقيقة، ما شاء الله. خير نصلي ب23 دقيقة 23 ساعة 23 ركعة، ولا نصلي 11 ركعة بهال23 دقيقة؟ أيما خير؟ ما بشك هذا إطلاقا. ليه؟ لأنه اللي عم يصلي 23 مقابل 23 ما بتلحق تقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بعدين مدهمتان، الله أكبر. شو قرأ هذا؟ شو استفاد الناس؟ ولا شيء أبدا. بينما السيم الركعات عن نص 11 ركعة تقدر تقرأ الفاتحة بشيء من الأنات، وتقرأ كم آية باطمئنان وتدبر بعد الفاتحة. هذا إذا قلنا بدنا نصلي التراويح 11 ركعة ب23 دقيقة، لكن كمان هيك بيكون خفتنا الركعات هذه. ولو صلينا 11 لازم كمان نزيد في الكيف، يعني نعطي لصلاة التراويح من الوقت أكثر، نص ساعة، ساعة، ساعتين إلى آخره. بيقولوا الناس، هل بتسمعوهم بيتحدثوا
عن هذه القضية انه عمر الخطاب هو اللي صلى او امر ب 23 ركعة، وهذا اولا غير صحيح، نسبة الخبر الى عمر غير صحيح، والصحيح كما في موطأ الامام مالك ان عمر الخطاب لما احيا سنة صلاة الجماعة في التراويح امر ابي بن كعب من قراء الصحابة يرحمك الله امر ان يصلي بالناس 11 ركعة. في رواية انه كانوا يصلون في عهد عمر 23 ركعة. هالرواية الضعيفة اخذ بها بعض الناس وقالوا هي سنة عمر. هون بقى بيظهر لك الفرق بين الأغلب